استغلال ممتدة من المنطقة أو من أمريكا بشكل خاص بشأن الهاوية المالية. كذلك اليونان مع الإفراج الطفيف عن برنامج المساعدات، لكن بعد من التشكيك تجاه مقدرة اليونان على احتواء الأزمة. كيف تجد انعكاس ذلك على آسيا، ولماذا تغلق الأسواق هنالك اليوم بشكل سلبي؟ طيب، هو يمكن الإغلاقات في الأسواق الآسيوية كان هي طبعا أهم الأسباب اللي جعلت فعلا الين يكون في ارتفاعات قوية أمام معظم 17 عملة رئيسية. يمكن كان أهمها طبعا هي الانخفاض في قطاعات التصنيع داخل اليابان، الأمر طبعا اللي كان له انعكاس قوي جدا عن تحركات الين أمام معظم العملات الرئيسية. ناهيك طبعا أن كان هناك في ضغوط آتية من الولايات المتحدة الأمريكية، وضغوط أيضا بسبب الموقف الأوروبي. يمكن الموقف الأوروبي كله بيتلخص في موضوع فعلا الديبيتس او عمليات التخوف، ما اذا كان يتم ماذا سوف كان يتم دفع المبلغ اللي هو مبلغ القرض الثاني بالنسبه لليونان المتوقع طبعا في منتصف شهر ديسمبر. وطبعا هناك في تساؤلات عديده، ما اذا كان سوف هناك فعلا يتم دفع الاموال ام هي انها بس عمليات تهدئه اسواق. يمكن اذا عدنا للولايات المتحده الامريكيه، طبعا راينا الولايات المتحده الامريكيه كل ما تقترب من مرحله الفيسكال كليف او مرحله الهويه الماليه بنرى ان هناك في عديد من القرارات او هناك عديد من التحدثات عن الاقتصادات الاسيويه. يمكن الولايات المتحدة الأمريكية غير راضية تماما عن السياسات المالية في الصين، وغير راضية تماما عن السياسات الاقتصادية في كوريا الجنوبية. يمكن هي دائما ما بتتهم الدولتين أن هناك في عملية أخبار رمادية أو عدم وضوح كافي من داخل هذه الأسواق، وبالتالي عملتين الدولتين هي unvalid أو غير يعني مسعرة بالأسعار اللي فعلا بتعكس قوة الاقتصاد. نعم، نذهب الآن إلى المنطقة الأوروبية. لاحقا سنأتي بالحديث عن كيف تتغير لدينا أيضا أسواق العملات. الين أيضا وجدنا قوة جلسة اليوم أثرت على أسهم قطاع التصدير. في المنطقة الأوروبية ما يزال أيضا برنامج الإفراج عن مساعدات اليونان لا يلقى تحفيز كبير جدا، وخاصة من ميركل لديه تجديد واضح جدا. كيف يؤثر ذلك على المنطقة بأسرها؟ هو طبعا شوفي، هو المشكلة كلها أن كل الأموال اللي بتم دفعها إن كان من ألمانيا أو من معظم الدول الأوروبية اللي بتساعد اليونان أو أي دولة أوروبية متعثرة داخل منطقة اليورو هي دائما بتكون خارجه من دافع الضرائب. يمكن خفض نسب الفوائد على القرض الممنوح لليونان، وبالتالي وايضا مد فتره الدفع وصول لعام 2040 وما الى ذلك، يمكن هذا كله بيأثر على عوائد دافع الضرائب، وبالتالي هناك دائما بيكون في رفض شعبي من جانب دافع الضرائب. إذا ما رأينا الحال العام، وطبعا هي أهم المستويات اللي هي احنا يجب التحدث عنها داخل القارة الأوروبية، هي مستويات البطالة. يمكن رأينا أن مستويات البطالة ارتفعت في ألمانيا، رأينا وصولا للمستويات 7.9 مئوية، لقينا أيضا مستويات البطالة ارتفعت في إيطاليا وصولا للمستويات 10.9 مئوية، وكل هذه حتى فرنسا مستويات البطالة ارتفعت فيها بصورة قوية. وبالتالي كل هذه الدول فعلا إذا ما تحدثنا عن مستويات البطالة، والجهة الأخرى انخفاض مستويات العوائد على البنشن أو المعاشات في ما بعد التقاعد، هذا فعلا بيكون لها تأثيرات سلبية. نعم، بعض من المؤثرات بدأنا نلمحها بالأمس، انخفاض العائد على أذون الخزانة الإسبانية مؤشر على أيضا بدء التحرك بإيجابية في المنطقة الأوروبية. ماذا نتوقع لموضوع السندات في المنطقة الأوروبية اللي ارتفع عليها العائد في الفترة السابقة بعد ما بدأت تتسهل الأمور بالنسبة لليونان؟ هو شوفي، هو احنا لا يمكن ان نطلق عمليه ان احنا فعلا هناك في عمليه تسهيل بالنسبه لليونان، على قد ما احنا بنلاقي مشاكل دائما ما بين وزراء الماليه في الاتحاد الاوروبي. هناك دائما في تضارب ما بين المانيا، حتى في هناك تضارب داخل المانيا اذا ما كانت هذه المساعدات فعلا صحيحه ام غير صحيحه، والى متى سوف يتم المساعدات، واذا فعلا رولا ان كان هناك فعلا في ضخ اموال لخزائن الدول المتعثره ام لا. وبالتالي هناك في دائما عمليه تساؤلات. يمكن احنا اصبحنا مره اخرى دول الاتحاد الاوروبي بدات تنتهج بعض السياسات الاقتصاديه اللي بيتم انتهاجها في الدول الاسيويه، على الرغم طبعا من الفارق في القرارات. مرة أخرى يمكن المشكلة داخل الاتحاد الأوروبي هي مشكلة مستويات البطالة، دفعات ضرائب، خفض حتى التصنيفات بالنسبة لمعظم السندات الحكوميه، هذا امر متوقع. احنا قد نرى ايضا، يمكن احنا اسبانيا راينا كان هناك في خفض بالنسبه للمستويات التصنيفيه، وهذا امر متوقع في الفتره المقبله. ارجو ان تبقى معنا طبعا شريف، سيكون لنا ايضا عوده